بسم الله الرحمن الرحيم، هنشوف مع بعض ازاي نعمل تمبليت. ايه هو التمبليت؟ اولا التمبليت عباره عن ملف ما فيهوش شغل، ما فيهوش حيطان، ما فيهوش مواسير، ما فيهوش اي خالص، بس الاعداد بتاعته جاهزه بحيث ان انت ما تاخدش وقت في ان انت تظبط، بتدخل تشتغل على طول. يعني مثلا شكل السكشن هو نفس الشكل اللي انت متعود عليه، اليونت هي نفس اليونت اللي انت هتشتغل بيها، اعدادات جاهزه. فانا دلوقتي لو انا هفترض ان انا اشتغل من غير تمبليت، بقول له نيو واختار من التمبليت هنا نان واقول له اوكي. هلاقي انه مش عارف حاجه خالص، بيسالني انت تشتغل امبري ولا متريك، اقول له اشتغل متريك. تبدا ما تلاقيش اي حاجه خالص، يعني متعودين مثلا يبقى في الليفيشن مش موجودين، هتلاقي الفيوهات مش موجود فيها غير هو اللي في الواحد بس، الليجت مفيش، شيت مفيش اي حاجه موجوده في المشروع. كل ما تيجي تبدا حاجه لازم تبدا من الصفر، لازم ادخل اظبط الاعدادات بتاعتي، شكل اليونت، شكل السكاشن، شكل الاليفيشن، الخطوط. كل ما تيجي تعمل حاجه تلاقي نفسك مضطر انت تقعد تظبطها، فهتلاقي نفسك بتضيع وقت كتير قوي، وده هياخد مننا مجهود كبير. تمام؟ بينما انا دلوقتي لو انا عامل تمبليت جاهز وشغال عليه، اقول له مثلا انا عايز نيو واختار التمبليت اللي انا عايزه، وممكن اعمل براوس واختار اي تمبليت امتداد RTE. تمام؟ وهو بيسالني عايز انت تفتح التمبليت دوت كمشروع تشتغل عليه، هتبدا مشروع جديد، ولا كبروجكت تمبليت هتعدل عليه. ممكن افتحه RTE وابدا اشتغل عليه RTE وسيف RTE، بحيث بعد كده ابدا يكون في الاعدادات اللي انا محتاجها اكتر في الشغل. يعني انا عامل تمبليت واكتشفت ان في حاجات كتير عايز ازودها، ببدا ازودها، بروح فاتحه بروجكت تمبليت. انما لو اشتغل عليه اختار بروجكت، وممكن اقول له من هنا اقول له انا عايز اختار ارتكشر او كونستراكشن او ستراكشر او ميكانيكال، وليه ان انا ازود او اغير اقول له اوبشن، اشوف المسار بتاعي اللي انا عايزه اهوت، تقول له اد وتروح مزود تمبليت كمان. يعني انت مش مرتبط بدول بس، لا ممكن تغير. ممكن لو انت شغال ميكانيكال بس هتخلي واحد ميكانيكال، وتخلي واحد مثلا ميكانيكال فور فيلا، ميكانيكال فور هوتيل، زي ما انت عايز. الحاجات دي بتبقى خاصه بيك انت، ملهاش قواعد، انت بتشوف الحاجات اللي سهل عليك. تمام؟ طيب انا دلوقتي مثلا لو انا قلت له ارتكشر، هنشوف ايه الفرق بين انا لو بدات، هتلاقي بعض الحاجات اتظبطت، الشكل ده متظبط. ممكن تكون انت في الشركه ما بتشتغلش بالشكل دوت، خلاص بروح مغيره للشكل اللي يناسبني على طول. تمام؟ اليونت ببقى مظبطها، يعني التمبليت ده خاص ليا انا وخاص للشركه اللي شغال فيها، فكل شركه بتغير. اغلب الحاجات اللي بنغيرها او 90% منها بتبقى في قائمه مانج، لان قائمه مانج ديت بتاثر على المشروع كله، على كل الناس، مش بتاثر عليك انت بس. تمام؟ فبظبط الماتيريال، بظبط الاديشن سيتنج ديت، بظبط اليونت، كل حاجه دي ببدا اظبطها. طيب انا ظبطتها دلوقتي وزي الفل، اعمل ايه؟ اروح اقول له سيف از تمبليت، بس يبقى انا كده عملت تمبليت خاص بيا. تمام؟ بعد بقى ما ظبطت الشكل بتاعي وشفت لوحه الاوتوكاد كان عندي بتطلع ازاي، وظبطت نفس الشكل بحيث انها تطلع اللي بيستلمها ما يعرفش دي انها طلع ريفت، لا بحيث انها طلع اوتوكاد، ابدا اروح اشغل عليها. تمام؟ هنبدا نشوف في الدروس اللي بعد كده ان شاء الله ايه اهم الحاجات اللي ممكن تظبط.